السلام عليكم في برنامج تجاربنا. في هذه الحلقة راح نجرب لكم مطعم مصنع الشاورما. مع كثرة مطاعم الشاورما في الفترة الأخيرة صرت قليل تلقى لك مطعم يقدم لك هذا الطبق البسيط بجودة عالية وطريقة مميزة. في مطعم مصنع الشاورما حاولوا ينوعون لك في خيارات هذا الطبق مع المحافظة على أساس الطعم الكلاسيكي الأصلي. خلونا نشوف كيف كانت تجربتنا معهم. مطعم جميل الصراحة، خيارات متعددة، تبغى صابوني، تبغى خبز مفروض، تبغى عربي، تبغى خبز مصري، كله موجود، في لحم، في دجاج، خيارات وش تبغى بس، الصوصات، طحينة، جبن، حار، كلش موجود الصراحة. بس اللي يعجبني، أكثر شيء يعجبني الصراحة، اللي هي هذه فاكتوري سبيشال، الخبز المصري، دجاج رائع جداً جداً ثمن الكلاسي صراحة. هذه أفضل شيء بالنسبة لي. أنا والله شوف، أنا في البداية أصلاً أنا شخص أعشق الشاورما، عشق، أحب الشاورما. قليل تلقى أصلاً مطاعم شاورما صاحي. هذا المطعم قدر يعني نوع عندك في الشاورما، يعني عندك مثلاً اللهيب هذه اللي يحبون الحار، شيء رهيب مرة. أنا من عشاق الحار، فلهيب كانت رهيبة مرة. البطاطس هذا انا دائما اقول البطاطس الحار ما يعجبني، هذا مستوي استواء ممتاز، والصوص اللي عليه رهيبه مره. ونفس راي متعب عندي سبيشال فاكتوري شيء رهيب. ميزه الشاورما اذا تفجر طعم الثوم عقب كذا، هذا الشيء تسويه الفاكتوري. وعندهم الصامولي انا عجبتني، لكن اللحم اللي فيها شوي لك عليه. بس عموما الفكره حقت الصامولي كويسه وممتازه، بس اللي انصح فيه الفاكتوري سبيشال ولهيب اللي يحبون الحار، والشاورما الكلاسيك ممتازه. انا عجبني كلش، خصوصا البطاطس وخلطته، الصوصات، خيارات كثيره. هذه على قولتكم احلى الفاكتوري سبيشال. الصامولي مو مره ما جازت لي. انت تحب الصامولي عموما؟ لا لا لا، انا بس لهيب احلى شيء. لهيب رهيب، لاني مره من عشاق السبايسي. غير كذا انا عنده المطعم عنده خيارات البلوتين فري، اللي هي اللي عندهم حساسيه من البروتين او اللي يتبعون الحميه غير ضد البروتين، عندهم سندوتشات شاورما. هذا اول مره صراحه اشوف المطعم شاورما خاص عنده خيارات البلوتين فري وكانت ممتازه، بس احنا ما لنا اي دخل في البلوتين فري، بس حبيت اذكر هذه المعلومه. غير كذا المطعم ديكور رهيب، يعني فكره ديكور رهيب، فكرة المطعم والكونسبت حق المطعم رهيب. بس المغسلة، بس المغسلة الحالية. اي المغسلة فكرتها يا اخي، انا تعجبني الافكار البسيطة هذه وتسبب يعني شيء رهيب في الديكور، تعطيك شعور حلو في الديكور. ان شاء الله عجبتكم الحلقة، شاركونا تجاربكم واقتراحاتكم في التعليقات، بتساعدنا كثير اذا اشتركت بالقناة ونشرت هذا الفيديو. شكرا على المشاهدة ونشوفكم في الفيديو القادم.